طبعا لما نتكلم عن مملكة البحرين نتكلم عن منطقة مليئة بالهوية الثابتة والآثار اللي تتجاوز 5000 سنة يا فواز، والكثير منها معتمد كمان في اليونسكو. هذه المنطقة الكثير من السواح يروحون لها فقط عشان يوقفوا على هذه الآثار، اللي يوقفوا فيها على معلوماتها، على سنينها، على الأقوام والشعوب اللي كانت موجودة فيها. يسعدنا يكون معنا اليوم بالاستوديو الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله، وكل عام والبحرين بألف خير. بخير وحياكم الله، وشكرا لكم على الاستضافة، واحنا سعداء. انا ترى اسعد منك لفواز، انت مستانس تواجدك وانا اسعد منك. انت الوصف سعادتنا، واحنا بعيدنا اليوم هنا في الرياض. شاكرين لكم جهودكم صراحه، التلفزيون السعودي والاعلام بشكل عام، على التغطيه اللي قمتوا فيها المناسبه سواء في السعوديه او في البحرين. يا اهلا وسهلا. ايضا نرحب بالبروفيسور خليفه المسعود، استاذ التاريخ الحديث بجامعه القصيم. يا مرحبا فيك استاذ. يا اهلا بيك. وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه المناسبه الوطنيه اللي نحتفل فيها باعيادنا الوطنيه هنا في عاصمة الجميع الرياض. الله يحييك أخو فواز، ورحب بالضيوف الكرام والاستوديو والمشاهدين الكرام، وهي فرصة أن نقدم التهنئة للشعب البحريني الشقيق وإلى جلالة الملك حمد وحكومته الرشيدة بهذه المناسبة العزيزة الغالية. وكم يشعر الإنسان بالبهجة والفرح والغبطة لما يراه من هذا الاندماج في الفرح بين الشعب السعودي وشقائه في البحرين، وهذا ليس بمستغرب، فهي مسيرة تاريخية امتدت عبر تاريخ أسرة آل سعود الكرام وآل خليفة الكرام من عهد المؤسس، وما قبل المؤسس، وحتى يومنا هذا، وستظل بمشيئة الله البحرين والسعودية جنبا إلى جنب. بلا شيء. صحيح. شيخ خليفة، خليني أبدأ معك. يعني الآن لما نتكلم عن الآثار اللي موجودة سواء في أي دولة في العالم، يعني الآن أصبحت رمز من أحد رموز الحضارة اللي صارت الدول توقف عليها وكمان يعني تحتضنها، لأنها هي مصدر للعلم، يعني هي ضمن الهوية أيضا. لما نتكلم عن مملكة البحرين، مملكة البحرين احتضرت الكثير من هذه الآثار اللي تتجاوز 5000 سنين، خلينا نتكلم عنها. والله المواقع الأثرية في البحرين متنوعة وفي رقعة جغرافية محدودة، الكثافة الموجودة في البحرين أتوقع أنها يعني تنافس دول كثيرة في هذا المجال. الحقب التاريخي للبحرين ممتدة من 5000 عام إلى يومنا الحالي، وعملية التنقيب مستمرة، وعملية الصون والحماية كذلك في تطور مستمر. وإحنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار دائما نحرص على تهيئة هذه المواقع لتوصيل المعلومة الصحيحة عن تاريخ البحرين وعن تاريخ المنطقة. البحرين حتى في العصور القديمة، حضارة دلما على سبيل المثال، لم تقتصر فقط على جزيرة البحرين، وإنما امتدت إلى الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية امتدادا إلى الكويت اليوم. فالتواصل التاريخي بين جزيرة البحرين وشبه الجزيرة العربية هو ليس وليد اليوم، وإنما بالإمكان الاطلاع عليه من حضارة دلما إلى يومنا الحالي، وهو دلالة كذلك على أن القرب بين البحرين وشبه الجزيرة العربية هو ليس فقط جغرافي وإنما هو تاريخي، واليوم بلا شك هو اجتماعي واقتصادي كذلك، وهذا شيء يعني مدعاة من الفخر لكل بحريني. ونحن نسعى كذلك في هيئة البحرين للثقافة والآثار تسليط الضوء على هذا التواصل ما بيننا وبين الأشقاء مثل ما تفضل من العصور القديمة إلى اليوم. جميل. يمكن هذا السؤال من خلال كلام الشيخ اللي كلمنا عنه، بالنسبة لهذه الحضارة اللي تمتد لآلاف السنين، هل الموقع الجغرافي أستاذ خليفة دور في هذه الحضارة، كونها امتدت عبر آلاف السنين، كونها كانت يعني مركز تجاري في الخليج العربي وأيضا مركز اتصال ما بين الشرق الآسيوي إلى أيضا العالم وأوروبا بالتحديد؟ صحيح. أنا الحقيقة حينما أتحدث عن البحرين بوجود الشيخ خليفة فأصبح كجالب التمر إلى هجر يعني، لكن الحقيقة أن موقع البحرين موقع استراتيجي، وهذا سر من أسرار العمق الحضاري للبحرين. منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد مثل ما تفضل الشيخ بدأت الحضارات بدلمون والحضارات التي تلتها أورال، ثم دخولها في العصر الإسلامي ثم العصر الحديث. الموقع الجغرافي للبحرين وهو في وسط المسافة بين مضيق هرمز ومصب شط العرب. صحيح. وهذا يعني الكثير بالنسبة لطرق التجارة، يعني الكثير بالنسبة للأمن البحري، ويعني الكثير بالنسبة للعمل التجاري
والغوص التي اشتهرت فيها البحرين على مر الزمن، كل هذا مقومات جعلت من البحرين هي ربما أقول هي تاج العرش بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، فهي الكل يبحث عنها، وهذا ربما يفسر كثرة الحركات والدول التي وردت إلى البحرين والثقافات كذلك، وثقافات كثيرة جدا. التنوع الديمغرافي أيضا في البحرين طبعا في تأسيسها من الأصول العربية، وثم بعد ذلك أيضا وجود بعض العناصر المختلفة من الهند وفارس، وجود والسر في هذا وجود التجارة بشكل كبير جدا. ربما البحرين، لا أريد أن أطيل، لكن ربما أن البحرين تسجل نسبة عالمية في قضية صغر المساحة وكثافة البشرية. صحيح. والحراك السياسي الذي مرت به ربما هو نادر في تاريخ المشروع. يمكن هذه المعلومات اللي بيذكرها سيد خليفة وذكرها قبل شوي، والشيخ أيضا بتثري يعني زميلتنا نهى قبل شوي كانت تتكلمني عن البحرين وقالت تفاجأت وأنا أبحث يعني شفت حضارة 5000 سنة. صحيح. معقولة يا فواز؟ قلت لها معقولة وأكثر، لكن أشوفي بعينش لما تزيني. وتعرف الميزة يعني كمان، وإحنا نبغى الشيخ خليفة هو اللي يحكي لنا عنها، أنه خلف كل حضارة قصة. صحيح. وقصة يمكن غريبة خصوصا لحضارة دلمون، فمن أبرز الحضارات اللي موجودة الحضارة يعني فعلا وراها يعني بصيص غريب لكل من عاشها في منطقة البحرين أيام تواجد هذه الحضارة. صحيح. وجود عاصمة دلمون في البحرين، موقع قلعة البحرين والذي أدرج على قائمة التراث العالمي عام 2005، لهو شاهد على أهمية هذه الحضارة وأهمية هذا الموقع بالذات. موقع قلعة البحرين هو موقع استثنائي على مستوى العالم، فيه 8 متر طبقات استيطان بشري من 5000 عام إلى الفترة الإسلامية، فهذا التسلسل الحضري وبمثابة كتاب تاريخ للبحرين متمثل في موقع أثري، وما زالت أعمال الترقيب مستمرة فيه. أنت ذكرتي على أشوفك مياولي على رقم 5000، فأنا أعطيك مثال على 5000. إحنا جزء من المعارض اللي نظمناها هذا الشهر تزامنا مع عيد الوطن هو معرض بمسمى 5000 من لآلئ البحرين، استعرضنا فيه قصة اللؤلؤ من دلمون إلى اليوم. اللؤلؤ شيء يميز البحرين، وكانت البحرين عاصمة لتجارة اللؤلؤ على مستوى المنطقة، وكان لها صيت كبير بين التجار ليس فقط في البحرين لكن في أوروبا كذلك والهند. هذا المعرض استدرج قطع نادرة من مقتنيات المتحف الوطني ومن مقتنيات مجوهرات مطر، وهي عائلة عريقة في مجال التجارة في اللؤلؤ، ومجوهرات كارتير. فجمعنا مقتنيات من حول العالم من مقتنيات مختلفة لنبرز أهمية اللؤلؤ البحريني واستمراريته من 5000 سنة إلى اليوم. والأمور تختلف، النخلة متواجدة من 5000 سنة إلى اليوم، الملاحة البحرية، عناصر مهمة استمرت من الحقبة الدلمونية إلى اليوم، نروج لها من خلال المعارض المؤقتة، من خلال الأنشطة المتجددة في المناطق المتعددة التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار. وأوعدك المتحف المعرض اليوم بيكون في بعد 5000 سنة حق شيء آخر. جميل. يعني ثبتت الهوية عندي. خلاص 5000 سنة. إيه نعم. 5000 سنة في سر بعد 5000. أستاذ أنا ودي أسألك سؤال بس خايف تقول لي على 5000 سنة. أستاذ خليفة كونك أستاذ تاريخ الحديث، لو بنتكلم عن البحرين في العصور القديمة قبل أن ننتقل إلى العصر الإسلامي والعصر الحديث. أيضا طبعا البحرين كما نعرف هي منطقة عربية في جذورها، وأنا أقرأ في بعض قراءاتي أن القبائل العربية استقرت في البحرين منذ 3000 سنة قبل الميلاد، والبحرين الحضارة التي مرت فيها سواء كانت حضارة دلمون أو حينما جاء التمدد الإسكندر المقدوني والسيطرة في ذلك الحين، ثم أيضا الأوراليين أو كان هي قبائل مجموعة قبائل عربية، الحضارة في البحرين هي حضارة جاذبة، وهذا يفسر الصراع على الوجود في البحرين. البحرين منطقة جاذبة تعاقبت عليها الحضارات، كان أهل البحرين يظلوا صامدين أمام كل من حاول أن يأتي إلى البحرين، وحينما نقول حضارة نقصد أنه يأتي ليرى مظاهر أو تراث. صحيح. إنما هي حضارة هو يستفيد منها. الانعكاس الحضاري للبحرين، وهذه أيضا من الأشياء النادرة في التاريخ، البحرين رغم صغر المساحة
إلا أن تأثيرها البحري يمتد من شمال الخليج العربي إلى ساحل عمان جنوبا. هذا التأثير. التأثير الحضاري وجد حتى في المتاحف الأوروبية، ربما الشيخ صحح لي في هذا، انطباعات عن الآثار والحضارة البحرينية. الأمر الذي يعتبر حينما نقول البحرين لا نصنفها كأنها دولة مثلا من دول العالم الثالث ودول نامية، بل هي حينما نقارنها بمثيلاتها في الحضارات الإنسانية ربما تأتي هي في صف الطليعة بين هذه الدول. الصراع الحضاري يتبعه الصراع السياسي للهيمنة والبقاء في هذه المنطقة، وربما مثل ما أشار الشيخ أيضا في قضية اللؤلؤ البحرين. صحيح. رغم أنه اللؤلؤ قد بدأ يفقد قيمته في العصور الحديثة ووجود اللؤلؤ الصناعي، لكن ظل اللؤلؤ في البحرين يحتفظ بقيمته، وظلت مهنة الغوص تمارس بشكل كبير جدا، وظلت هي مصدر دخل للتجارة رغم وجود الوسائل الحديثة. وإذا تسمح لي برضو، الناس صار عندها وعي أستاذ خليفة، يعني مهما متعوب عليه أكيد يعني ما راح يلاقي زي الطبيعي في الأول والأخير. صحيح. شيخ خليفة، خليني أرجع لك في موضوع بعض الآثار والرموز الموجودة عندكم. على سبيل المثال بيت سيادي، يعني بيت سيادي لم يكتف فيه كرمز من الرموز الحضارية الموجودة عندكم، بل تبنته وزارة الإعلام وصار أرض خصبة للإنتاج الفني. يعني قديش يعني كانت العلاقة هذه ما بين الحضارة والإنتاج الفني الحديث ساهم في إيصال رسالة هذا الرمز اللي موجود في البحرين؟ وهو بيت سيادي سلم الله يقع في مدينة المحرر، وهي من أعرق المدن في الخليج، وإحنا مع الأسف كثير من مدن الخليج تمت إزاحتها وبناء مخططات جديدة على نمط حديث، فقدت النسيج العمراني الأصلي لها، لكن المحرق الحمد لله حافظت على هذا النسيج. وبيت سيادي يقع في قلب المحرق، وهو الآن أحد عناصر مشروع طريق اللؤلؤ، كذلك المدرج على قائمة التراث العالمي من 2012، وهو مشروع يعكس تاريخ اللؤلؤ في البحرين بالأخص في نهاية القرن 19 بداية القرن 20 ميلادية. بيت سيادي هو لأهم العوائل التجارية في المحرق، فيشمل المشروع كذلك بيت للغواص وبيت الطواش وبيت النوخذة وبيت مخصص، يكون مخصص لدور النساء في حقبة اللؤلؤ كذلك، لنكمل الصورة الاجتماعية المتكاملة للؤلؤ. جميل. لأن اللؤلؤ هو ليس فقط السلعة النهائية، هناك مشقة، هناك معاناة اجتماعية واقتصادية، يجب علينا توصيل هذه المعلومة الصحيحة للجمهور، وفعلنا هذا من خلال المتحف المفتوح في المحرق على امتداد 3 كيلومتر. الزائر يمشي في المدينة القديمة مرورا بهذه البيوت، في كذلك سيتم تهيئة ساحات عامة وقلعة كذلك على الساحل، بالإضافة إلى المقاصات البحرية. ربطنا البيئة البحرية اللي وين يستخرج منها اللؤلؤ بالنسيج العمراني لتكتمل الصورة، وإن شاء الله المشروع سيتم الانتهاء منه بعد عامين مع اكتمال كافة العناصر، ونحن نعمل الآن على تهيئة هذه المباني من ضمنها بيت سيادي الذي سيكون فيه متحف مصقر للؤلؤ، وليساند المشاريع الثقافية الأخرى التي تحيط بهذا البيت. هذا البيت الآن بالقرب من المكتبة الخليفية والتي افتتحناها العام الماضي بعد التجديد، وهي كذلك مكتبة مهمة مفتوحة للعامة للتبادل الثقافي والأنشطة الثقافية المتنوعة. هناك كذلك جناح مملكة البحرين المشارك في إكسبو ميلان التي تم نقله من ميلان إلى البحرين، وهو عبارة عن حديقة خضراء في قلب المدينة القديمة مفتوح كذلك للجمهور. فجميع هذه الأنشطة والفعاليات والمنشآت الثقافية تأتي مكملة لبعضها البعض، ولا نرى أن هناك يعني بيت يأتي مستثنى من المحيط الجغرافي، وإنما يجب أن يكون في سياقه الطبيعي وسياقه الاجتماعي. الشيخ ذكر مسميات جميلة جدا، أنا بتوجه بالسؤال مو بحق الأستاذ خليفة، خلت أتوجه حق نهى شوي. ذكر الطواش وذكر النوخذة، نهى يعني تغير ويا هذا. هذه الطواش والنوخذة منها النوخذة ممكن القائد حق السفينة اللي يغنوا المواويل، عندهم الفلكلور كامل شذ الغوص. اي نعم. الطواش منو؟ الطواش. هذه سؤال من عاد توهقت الحين، هي مسكينة مسوي واجب على الآثار وقفتها، لأن رجعت 5000 سنة ما رجعت 30 سنة. لا، هذه فرصة لها تزورنا وتزور مشروع طريق اللؤلؤ وتتعرف على كافة جوانب اللؤلؤ. بس ما
قلت لي ايش الطواش؟ الطواش استاذ خليفه بيجاوبك الحين بالمسمى لما نتكلم عن البحرين. الطواش الله يسلمك هو اللي التاجر اللي بيع اللولو. اللولو التاجر اللي يجمع اللولو ايوه ويروح ويبيعه، هذه الطواش. والطواويش ما زالت موجوده، ترى القوس على اللؤلؤ مستمر لكن بحداثه. صحيح. يعني في اساليب حديثه، في السوق ما زال موجود. تعرف ايش الجميل شيخ خليفه؟ انه الطواش ارث مشترك وتراث مشترك بيننا وبين المنطقه الشرقيه كمان. نعم صحيح. فهذه موجوده، يعني الهويه مشتركه ما بيننا وبين مملكه البحرين ودول الخليج بشكل عام. والله المنطقه الشرقيه انا بعد يعني ودي اقول كلمه. والله امس مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي قام باحتفال مبهر بصراحه. نافسنا، صرت انا ودي اهد الاحتفال اللي عندنا واروح احتفل معاهم. بصراحه ما يقوم به هذا المركز الهام الثقافي في المنطقه الشرقيه هو اضافه للبحرين، واحنا سعيدين بتواجده على مقربه منه. والان في تعاون بيننا وبينهم ونحاول نطور في هذا التعاون، واحنا سعداء ان في المملكه العربيه السعوديه اليوم هناك مراكز ثقافيه على مستوى عالمي، يعني تنظم برامج ثقافيه متنوعه على مدار العام. واحنا بصراحه اهنيكم بهالاضافه على المجتمع السعودي، ونتطلع صراحه لمزيد من المراكز ان شاء الله. بالتأكيد دائما السعودية والبحرين يكملان بعضهم البعض، سواء إن كان منذ قديم الأزل في التجارة واليوم أيضا في جوانب أخرى اقتصادية وسياسية. تكفينا الرؤية المشتركة 2030 اللي تجمع البحرين بالسعودية كذلك لرؤية مستقبلية. لو بنختزل الكلام في أقل من 30 ثانية عن عهد العهد الحديث في البحرين والسعودية بشكل عام. 30 ثانية هذه ما يمدي. 31 ثانية. العهد الحديث جوزنا طبعا العصور الإسلامية ودخول البحرين في صحيح. العهد الحديث ربما كانت عصور آل خليفة هي عصر الحداثة في البحرين، بعد عصر الفاتح ثم بعد ذلك الشيخ عيسى الأول ربما بدأ التحديث في البحرين، بدأت تشهد البحرين وجود أنظمة في الدولة لأول مرة، وهي سباقة في دولة بين دول الخليج العربي ككل. لكن عهد الشيخ عيسى بن علي رحمه الله، عيسى بن سلمان رحمه الله، كان عصر وجود الدولة الحديثة المدنية بمسماها الحقيقي. صحيح. ثم جاء جلالة الملك حمد وأكمل هذا منذ 1999، أكمل المسيرة ثم انتقل إلى مرحلة دستورية عميقة جدا في منطقة الخليج العربي، وبعد ذلك تلاه مرسوم تأسيس الملكية. وعلى فكرة الملكية هي مصطلح كان موجود في تاريخ البحرين من أيام الشيخ عيسى بن علي، كان يسمى في بعض المصادر أنه ملك البحرين، وهو كان حاكم البحرين وتوابعها. نعم نعم بالتأكيد. وبالتالي الجانب الدستوري في الخليج في البحرين هو مثال يحتذى في دول الدول العربية ككل. لا تستطيع أن تتحدث في عجالة عن البحرين سواء تحدث حلقات خصوصا نعم. سبحان الله الاكتشافات تظل مستمرة، يعني الحضارة الواحدة يعني تظل كل ما تزورها ويزورها المختصين تلاقي فيها اكتشاف أكثر وأكثر. إذا سمحت لي إضافة بس بسيطة. تفضل. أنا أقول إن البحرين هي سباقة، أول مستشفى في الخليج وجد في البحرين، التعليم النظامي وجد أيضا في البحرين، حتى الصناعات يعني أمامنا صناعات حلوية من سنة 1850. الله يرضى عليك أستاذ خليفة. نجيب تاريخ كنا بنفتح الحلوة بعد شوي. يعني 1850 صناعة في البحرين، من يصدق هذا؟ في بلد عريق ذات حضارة وتراث على مستوى الخليج والعالم العربي. حديث معك شيق بالتأكيد أستاذ. الله يحفظك. ومنه يعني تجمعنا معك حلقات وحلقات، لكن نوعدك إن شاء الله في البحرين تكون من خلال متحف البحرين أيضا تجمعنا معاك أكثر من حلقة. بكل تأكيد. طبعا كان ضيوفنا معنا الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم. حياكم الله. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. وأيضا البروفيسور خليفة المسعود أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القصيم كل الشكر والتقدير لك. شكرا لكم وكل سنة والبحرين والسعودية بألف خير. آمين يا رب العالمين.